شكو سو ان قدك تلفون قادوا على زوغلي اقلا زوغلي احمد تاجر امان ابو احمد تاجر ما شاء الله. السلام عليكم احمد تاجر. ها عبد عود اسكور هذا قلع ولا بذها احمد تاجر عبد عود السلام عليكم. ايش اللي قبوها ورماشي ولا قبوها عبد الملك صدو وعدنا. السلام عليكم موجود جدا عبد الملك وضياء شرام هيش يسقون وريا أقلة عبد الملك وسكي يا الله سلام عليكم وريا أقلة وانا تيجي دبا على حاجة قدام بي يا انا دوا طارق عصوص لسمي اللي عاوز وكا يا كنتي أقلة دكتور محمود نواف كتيرة دكتور محمود لندن جوغان نواف كتيرة وهذا ولا سلامة أحمد تاجر يا عبد المالك يا عبد العود سودة وهذا ما أنت واللحظة مي وما لنتي بدي بدل لو تغي شبكة دور بهند الشبه اللي دتك أصر دو عمي أنت سوى تغني واتين سودة وهذا هم بلدة أن إذا لو ذاقب سنة أصحابته أن لو ذاقب سنة أحمد تاجر أكبر الله يا أحمد تاجر سودة ولا بسم الله الرحمن الرحيم نوحة فرحة دي اخ خب يتظن سنة كد هنا هتنا خفك على المركبة وانو كير خفك وصوك لها تنوى هنا نخفك على تكبه على المصوك له وانو انتو حفرحة دي اخ انكهر لي انفكيشن جيمي وينا انتحاد جيمي تلفيشن جيمي سبكت دوربان السبيل وانو هاي أحمد تاجر أبا ما سنتها ولا الهمبليان كلنا ماشي أتوقت عبد العود وسود وحبة ذنبا اللي اسمه جهي ما أنت تدل كي ما تشوقت رول شي شيء أتكو سوان تاي ولي بقريا أنا أتكو حالان تهلا إيش يقو ما رول بادت كي كلارا كرانا قلقي عبد العود سود وحالي يلا با ومد بذنبا كسوك إيش كنت كسلسة كلقي عبد الملك عبد الملك محمود واساسي شبكه دور باهنت الشبله عبد الملك ما انت و خصو غي هي غول دلك سومالي غول كميدا عبد الملك سودو اد بدو ما سنت عمر شام اد دونو فرحتان هاي وانا عم بلين يا سنه غور زيتونات الشبله كنت الحمد لله واد بون فرحتان هاي وانا كنو فرحتان هاي رجي اساسياشا هاي ركميدا اني هودو كو جيران او ما انت اي كا هادلاين شبلناد او فرحتان هاي ما شاء الله ما شاء الله احمد تاجر نكون قناه احمد تاجر وهل يلبا وخي مركاسي حسوستا ان مرنا ان كغوين اي شبكه دور باهنت شبله اد سمرتن هل يلبا مركي لغا ريبه فيلم وا ايو شركه دي قوممه ايو احمد تاجر هل يلبا ان اورتا وحان ليه همبليو دمان مامولكا يو شغاله شبكه دور باهنت شبله ما شاء الله همبليو في حسوس صورته في رمضان تاعي سوي فربان تاعي لكن هدا نيت كسو غبطو برنامج كي ترتال غوليتك تفعن يوكم اللي هاي برنامج اللي قاد كو هو الان حسوسرين كسو انت هدا يستحي عن غطي غولك الطابة الى ترتال غوليت الى دوت كمية الله وضعك الحشر هو وارغ ايام لو اتشك اسنو على فضي يا عبد احمد تاجرو احمد تاجر اتشكت اتشكت وحن قو حسوسا أولي ميسك هستوس روح على سلسل يسويدي يسواشي هاي قرمي هاي تمركي وقور ريسي سنبك تسلات الخوف انت لما ندك ما كان نغطي عدك سلوني عدك سن كدير ومن حبا دي سكول هاي كدير ميسك ريسي سلا قول عدك سنو ويري مركي حبا دون غدا بابين ويري والله يقولوا كاتين نقول جلالة ما عرفت أنه هو جبتا يربابا عصو سوي هاي يا السلام يا مامبل في الشبكة دور بانك الشبيل وغيري أقاسمها إذا عبد الشبيل الشبكة دور بانك الشبيل
abuka sheekh maxamuud iyo shaqaalaha guud ahaan waa salaama nooc walba oo shaqada ah rag badan waxaa jira oo mataqaas gaar ahaan xasuusta yarka cabdullaah cusmaan liidahda oo kale oo aan u maleynayo qof noloshiisa dartaan ka waqti badan oo shaqeeya anaa awal isku haysan jira laakiin dadka intaan soo maqlay cumar cabdullaah cusmaan iga qaatay waqtiga uu dheereeya qof shabakada warbaahinta shaqada uu ka shaqeeyo inaasaga si gaar ah u salaamayaa dhammaan itaban guurigana mataqaanaa sida aasaaska shabakada warbaahinta shaqadana sida mataqaana dhegeystayaasha ugu taxayan idaacad dowladna ugu hambalinayaa haddii la yidhahdo maxaad xasuusataa hal iyo labo intaasoo sana kasoo shaqeynaya da xasuus kaara datan ma hayo anig qaybta wararkan ahaan jira marka hore intaan agaasimaha noqon wararkana dacadooyin badan xeran badan oo kala duwan aga soo maray dacadooyin badan haddii qof xataa maalin si gaara isku wacnawaa jirtaa ase hordii ka jooga dhuumanayo markii la dilay ninka la yidhahdo alaa maxaaale ما شاء الله عبد المالك أن رأى مركز أنا أوريكو أن عبد عود يا أحمد تاجر أدباد ما سنتين أن عبد المالك وصورنا وهو أساسي شبكة دور بهين تشبه الله يا لهيد ما لنتك هو حنون بدنت أما كو غفر حد بدنت شبكة دور بهين تشبه المدودة أي تقني أرتو هذا السلام يا مامولك أور يا أبو غرسكاي يو رجينا ما يسفد يو عداغة يو رياسة كله السلام يا حنبلي عن الله يا هاي حنبلي حنبلي عن الله يا هاي رنتي سبيل واحد سامر في مروغة مدان وحنون بدان رنتي إنا حسوستنا مجعلي لكن وقتي أغصبايا سبيل واحد نغطي إذا حد يقول دواء ثلاث بدنيت إذا حدا كدفا صوماليا run ahaantii rag badan oo aada u fiicnay oo akhyaara oo idaacaddan kasoo shaqeeyey oo waxaa jira loo dilin jiriya maxaad runta u sheegaysaan iyo maad anaga noo shaqaysaan loo dilin inta dhimato waxaan leeyahy allah u naxariisto sabrima allah naga siiyo inta ku dhaawacantay oo axmedaajirada uu kuuqiyo qadka uu ku jirana alxamdulilah ilaahay waa ugu boogadayey allah wada caafiya ilaahay uu boogadayey runtii sabab la xanuuyo badanaa soo maray laakiin anigu waxay igu darnayd markii inta hiraabo la dilay allah u naxariistee anoo joog ingiriis saddex maalmood kadib inta laysoo waxay la yidhi waryaa murtadka la yidhi meeshaa kugu dilayna la yidhi igu xanuun badnayd oo erey warrimay oo ninkii intayna dadka dilin maxaa meesha kaga dami weyseen marka xanuunyo badan waa lasoo maray lagama sheekay karo ninba ninka waa uka xanuun badnaay marka waxaan leenahay allah u naxariisto sabeelana waa soo dhabar adaystay runtii hamiga ay lahayd iyo inta ay lahaydna waa ay gaartay runtii idaacadda waxay kasoo shaqaystay nabad badanay kasoo shaqaysay nabadeynta qayb weyn ayay ka qaadatay horumarka iyo dowladnimada qayb weyn ayay ka qaadatay laakiin dadku ma oga xilligii ay soo mar dadku inta badan ma oga waad ogeyd cumarow adiga kamid ahay iyo ajagtan oo ku jiriyey sheekadii qoomo dadka lagu wacyi gelinayay intii dhibaata ay naga soo martay oo ogeyd yaxmedaadi maalmihii hore laakiin markadna boole kala qabsaday si fiican runtii shabeelana markasta waxay u taagan tahay horumarinta iyo nabadeynta dalka marka mudada kaa dhexgala ha iloolin markii abaaruhu dhaceen safarkii idaacadda shaqada maantaan ka sheekeynin ruuca bariis ku badbaada laba qof marka ka dhacay gelo iyo jubooyin ka dhacay runtii xilli laisku socdaana ma aysa ahayn oo ummadda waxaa lahay nin walba ninka ujeedka lama mari karaa lahay waxaan uga mahad celinay hormuud oo runtii hormuud oo marka aas qaadatay qayb ka mida qaadatay oo qarashka bixinaysay iyo shabeel inay weriyaal iyo baabuur ugu dirtay gobollada laakiin qarashku baxay ayay hormuud bixinaysay oo la tegay gedo ilaa balad xaawo tuulo kastoo gedo ka midana la tegay runtii waxaan u mahad celinayaa raggii tegay waxaa ka mid ahay cabid boorida ka mid ahay mustaf xaaji abdinuura ka mid ahay waxaa ka mid ahay jaquula maxuudin ali jimcaale jaquula ka mid ahay maxamed amiin sheekh cabdo waa ka mid ahay qorane runtii raggaas oo dhan qoranaas waxaa ku jiray yaa qorana qorana oo doblis waa ku jiray runtii waa u dhabar adeegeen wadooyinkana in badan lagu dhijabay laakiin wax badanaa la qabtay waxaan dhihi karaa shabeelle waxay badbaadisay ummad badan oo soomaaliyeed badbaadisay waa hagaag aad baad
الله نجاك خلاص هنبلي هذا لنا أحمد تاجر صاحب جه هنبلي بريا أوجلة خد ما اشترنا يا عمرو وخد ما اشترنا يا ومضى صام على الملك تجوكت إلى يا كفر تحضر كان كورونا فيروس الله يثبت بيو ومضى لو حان الله خد ما اشترنا يا يعني لسه سن حضر خ سن وعجلت إتى الله قا توقف خد عنا لقى فقاده تكون أكل فقادين إن شاء الله كيف رأسه ما له الله دافع إن شاء الله إلى نقبل بيو كورونا فيروس آمين آمين جزاك الله خير أبدا ما سنتين أحمد تاجر وك سلامة يا نبي ويا كيفتي مركان أو دحاد أيان شغنا وحاقتك ستواس ووچرا همبالي هذه شبه الله أيان ولا رحمة غورنا محمد أمين شيخ عدو كوري محمد عبد الفارح أفقوي لالي أي أسنا كوچرا وحا سيدوك اللي كوچرا شكر الشي علي أي سيدوك اللي عبد المالك أي أسنا كوچرا شان تقفو حان لاي هاي شان تينو همبالي مركو هوري سو دوالة محمامين شيخ عدو ايان قبل ابدا محمامين سودو ما انتوا لحد ما يبالك شو كان صحوا يا شام وعدبت وما حسنت هاي واني السلامة انتي استوديا كجرة عزيقة اجاكيس حسن ولي يفرسمي خانكا فرسمي خانكا من يجيس ما شيرا لكن هو يسبب الجلان مركوا السلامة بشير واعوا يمينك استعمارات الرغم مركا hambalay idin leeyahay macnaheedu waa ku faraxsanahay weli in dunida joogno iyada 18 sano ay buuxisay markii la aasaasay jaamacadda shabeelle marka waxaan sidoo kale rabaa inaan hambalyadan aan la wadaago asxaab farabadan hadda qaarba tii ku jiraan qaar balse maqan ay jiro runtii oo aan ogahay iyada xilli adag ugu jiro baabuurka idaacadda oo istikhara leh inay ku mareen gobollo badan oo koonfurta dalka ah xilli abaar ay jirto قرنا هذا كمدة مستوى حاج عبد النور كمدة علمي بودري كمدة مهدي دكورة كمدة مركع عد والبو هذا سبب الجوتي يظهر وسام الطي أنت روح لي يعني عن بليا وأنا فرحت أقبل ما سنت محمد أبين شي عدو مركعنا وحن أذيا محمد عبد فارح أبقوي هم بليا سعب سدو أمرشام وما سنت أي وحن لي يعني عن بليا waa filaya waxa maanta loo dabaaldegaya kan gurigiisa 19 waxay la tahay anigii dhashay 2002 hadda waa qaangaar waa oo dhashay markii shabeelay dhalatay tah marka shabeelay runtii aad aan ugu hanbaleenaya waqtigaas dheer ee ay soo jirtay oo dhibaatooyin fara badan ay soo martay ragii gooray ayaa ka hadlay ahmiyadda amin iyo maamul ka masha aad malik shabada runtii rag badan ayaa u soo dhabaraadeeyay waxaana ka mid tahay idaacadii ugu dhibaatada badnaa ee uriyaasha ugu faraha badnaa laga dilay afgooy adigo waa ku soo noqonaya afgooy waa ku soo noqonaya waxaan jeclaa markaan aan shukri sheeg cali ayaan idan hambalyada aan rabaa inay soo gasho shukri sado aad badan waxaan tahay marsham adiga iyo dhageystayaasha ku xiran shabeelle maamul iyo shaqaale iyo cid kasta oo maxaa la yidhaahdaa magaca shabeelle kusoo shaqeysay oo horumarka maanta ay taagan tahay kala soo qeyb qaatay waxaan leeyahay hambalyo waxaana aad ugu faraxsanahay inay weli jirto oo ay shaqeynayso taasina waxay sabab u tahay dadaalkii iyo mabdicii maalinkii la aasaasayay laga lahaa oo maanta maxaa la yidhaahdaa mirabalkiisii la arkayo شكرا شعلي أدب بعد أمها سنتهاي إن وحكله أن آدم وشعلنها علمي إنه أسرعنا كتشر علمي وأسرعنا كم ذهاء إن دالي بلسان آدم دالي وأسرعنا إسود أن كسرن وكم ذهاء دتك سو أس أسي شبكة دور بين الشبل دالي شو ده وصعب أدب بعد أمها سنتهاي أمشي أحمد أمشام حسلام يا أديك عاجك برسنيقان كبرامشك يجودهان شقالها إذا عاد الشبل يحلقن iyo waliba shaqaalihii hore ee
لعدة شبل دران كوي كسب الله بدي ماذا بركة كبر كسب الله موسى أنا ما سنتهاي عندلي وحنا نقنا يا مركان إن محمد عبد الفارح أفجوي أنت ونقنا محمد أمين باكوتشرا إنك اللي هذا باكوتشرا عبد مالك عبد مالك سدوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى السلام عزيز ما إلنا يا وعليكم السلام يا رجيم استوديو جوجو ينت كلاكم مخنا ورياشة كنت عاوز حنا أتوقف فرح سنة هاي إن ما أنت عاوز غطي الفجرين بس كسوة في الشغل الربع داية كهاي وهذا قد يكون جريان رنتي وهذا في مكان خاص والله بالله وأنت كنت تقاطع نوح حصل قاع وحصل هنيك اللي دالي دالي برامج عاوة أودان أتفادسان نيكي إسكال هاي وطقي كاسلاي أو كاني والله مش والله كان عاوة نيشي يعني نيكي ترتل أخوالي كان حسن دالي واي عاوة قد كنت جراء حسن وأخوة سيقار أخوة عم بلينا يا إن برامج كان يهل هذا أو صعبة ومردل نغوي هذا أخوة عم بلينا يا runtii shukri iyo raganka lagu jiray runtii waa dadkii soo aasaasay sabeelle oo ay heerka soo gaartay waaye waan u maal ilaa waan u hanbalaynayaa umada dhigashada waxa la hanbalayaan in leeyahay xasan daale ibraahim shaah waa ka soo dhamaatay ma daadinayo waa adiga oo ku leeyahay hanbalay mar labaad waagaa waxaan noqonayaa aad gooyan u noqonayaa maxamed abdi faarax af gooya agaasimihi ugu horeeyay shabakada warbaahinta sabeelle ayaaday xiligi markaa laga soo bilaabay معامين أوري معامين أوري رنتي عمر أنك تحجر عبد المالك واي معامين أوري رنتي لك أيام قالوا حروم هذا إلنا يا معامين بيقولي ده هذا ده قويه رنتي شو إلا ما كانوا واي كسو أساسين تلفزيون كذا كارل إستان أيها أساسي هولندا يوين السويدن أيها اللي بدو تاعي تاعي هذا نشقي رجال نجران السويدن وانا إن شاء الله أنا إن شاء الله ورقي أساسي تلفزيون كذي إذا عدنا أساسي. أفضل سدوا صعب. ومشان ومشان كأوقات مركّل وحن كتير إنام سلام دمان جروب مانتا عاوة شقيني أشكي حسولي مكانك إيو قلنا كاميرا ذا وعندنا يا عبد الرحمن إنسان عبد الرحمن يوتشو دمان تدو عنا يا همبليا وأنا سلامي يا مركّل حيا waxaan rabaa inaan aan u soo runtii shabeelle wariyaal fara badan ayaa ka soo shaqeeyay oo halka maanta ay joogto soo gaarsiiyey waan ugu faraxsanahay xasadaale iyo shukriba in maanta ay caawo qadka ku jiraan waxay ka mid yihiin dadkii ugu horreeyey shabeel waxta aasaasay garaan waxaan rabaa inaan sheego shukriba gabadha ugu horreysay agaasima ka noqota idaacad kuwaas afka soomaaliga guud ahaan soomaaliya taasaan rabaa inaan xusuusto marka waxay ka mid tahay taariikhda soomaaliya waxaan kaloo aan rabaa inaan ku hambalyeeyo dhammaan gaar ahaan markii annaga aan kasoo hayaanay soomaaliya oo aan kasoo qaxnay raggii naga dambeeyey ee meesha ku haray runtii waxay muujiyeen dadaal aada u fara badan waxayna ahaayeen rag runtii hal adag oo annaga naga adag naga fiican xagga shaqada in badan oo ka midna naftooda ay u waayeen marka waxaan ka horay inaan ka faa'iidaysto waxaan jeclaan lahaa bal in faatixada loo maro dhammaan intii magaca shabeelle u geliyoto uyaasha ahaa ee runtii naftooda ku waayey taana waa jeclaan lahaa inaan in lagusoo iyana oo faatixada loo maro in ilaahay u naxariisto jannadiisa u geeyo tan kale waxaan rabaa inaan sheego shabeelle runtii dhibaato ay soo martay lasma lahayn halkan ay soo gaaraysaa way dibaadaysaa taana waxay maada usugnaatay maamulka iyo shaqaalaha markasta shabeelle dhex jooga aad baad umahadsantahay maxamed sado sham aad baad umahadsantahay saaxiib waan ka xumahay waana maxaa la yidhahdaa qof waxaa jira qalbigeyga weligiisa ku jiray oo aan ka baxayn in marka laga hadlay taariikhda shabeelle waa cilmi cabdulla xuseen oo aan walaalanahay saaxiibnahay runtii waa waqtiga shabeelle hadda maskaxdeeda muuqaalka qaabka u shaqeynaynay xilligii xamar la yimid ilaa hadda maskaxdeeda ku jira anigi isagii cabdimaalig marka maxaa la yidhahday maxaa cabdifaarax afgooye dad badan ay jira marka cilmi isagana waan u hambalyana waana salaamayaa dhanka kale
وحنا سيدوك الآن حتى آد أن أجي على هاي مرتين والسلامة يا مركا وحن سلوك الهدى هذا ونجع لها يدد حد الشباب الكيوضو يقال لي رضاها وغرموت فيها هي أجلسينها أبوكر الشيخ محمود أبوكر سكاي محليدة هذا يضمان مكنك ومكرينها لكن وقت يقال نقول في اللين كنت وعزادا جاء لها وعزاد هذا هو حدك هيا يجعل حليا هيا عمبريا محليدة هذا إذا عدني وإذا عدت كليا الصومالية كبولة في أول مرين عالمها وأول مرين في باريس وغبحيي كنت مانا إحين أول مرين سهل على القاضي وأول مرين في مسكحي وحفظا لكليي مالك إذا عد يعني سهلتين وإذا عد وين وإذا عد عالم عالم كودا لقية كانو وأول مرين كبولة كتي مالك إنت دمتين الله ونحريستو إنت هبي جبتن ويقوم عطنت هاي وين في جيرجون خلي إن شاء الله. أدوم سنتها أمين. وحن شاء الله هنا هذا مركان دالي. حسن دالي سودو. وحن أدو حسوس تاشا كذي قامه. ما قاعد أد عجيب آيات كلها. هدي أد حسوس تما قاعد. تيجي عم بروح حسوس تا. شكل قامه هو حي عبرو عن تيشك أدي أد زمان أبو لبني شعب. سلام الله سلام. عندك الصومالي. تفهم. برمشير كبير جري إذا عبد الشبه اللي كمو كوغين أو كلية كو قيمة اللي مشوها شيكا سخو مامو إذا عبد الشبه اللي وحاني كرا دمان برمشير إذو حي عاين كو آد إي آد وقت يقولو سان كعادة يمرت الله في الشو إذا عالي اللي غاف كجري المغالة بوشو أهد بدو ما سنتها أن دالي وحان أن شعلها أن أفقوين ربا هل سؤال أفقوين إنت على فتح البالي إنت على فتح البالي وحان ربا صاحبك إنه ملوى ذاقه عبد المالك نواه والفصي إنه ملوى ذاقه وحاد كود اللي يهي حرية برنامج في سرطان أخوانك في شغل أهد بدو ما سنتها أمين لما أنا حاسة قد كجلتها أن شغل أن أرطى إذا عاد الشغل كذا على سلطان أما دوينها ندقي سنة يعني على سلطان كاركود وهاي كسر بلابك أما وريسي أي كهول بلاود مجال هذا مكاي فبك شغل أنا عصير أنا وحاط منها مركز ذات وري إذا عاد كهول كري إنه حاط كمان كده برنامج هذي إني ما ذي بحكي كده عاوز الشغل الوظيفي كده برنامج كان سواه كهذا ذات عاد فر بضم أجل سماها إذا عاد الشباب العاد مالك أرنتي عن مهاتف الله ربو هايو يعني هو حصل قرني إن آن سمينو أو يشباب اللي تصبرنو وحكم كدوان معناها هبين والبرتيدي وحيابي أن تنجينو وحكم كدوان أنا وحان تنجين عند عدوين معناها أما يابلي أما حيدي ماركتي siyaabo kala duwan oo goos-goos ah marka barnaamijka isku soo qaadan jirnay barnaamijka marka markii aniga agaasimii aan ka wada hadlay bal wax ka duwan ilaa keenno waxaan fikiray in muddahan ka fikiray waxa ii soo baxday in dadka Soomaaliyeed ay haraad ba aan u qabaan aqoonta dadka daraadeedna qof walba isugu gurigiisa jooga in loo abuuro barnaamij uu qayb qaadan karo qadka telefoonka iyadoo arrintaasna loo sii marayo in loo qaybiyo anaa digmo salaam marka waxay koobad tahay xaafado fara badan sida oo baale sida bulgaar sida shaqroona xaqsuusiya iyo qaar kale badan marka in xaafadahaas dhalinyarada iyo dadka jooga loo sameeyo koox koox ama xaafad ay u tartamaan taasoo markii dambe sababtay in aan shab macnaha magaalada marka ka gudubnay oo u tallaabnay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellada hoose sida islaamood iyo qaar kale kadibna idaacadda marka ay isoo guurtay magaalada muqdisho waxay noqotay inaan u sameyno qaabka barnaamijku haatan u sameysan yahay tartanka degmooyinka inuu dhiilay rawaaishaga hudun iyo qaar kale weli waa la sii ballaaray barnaamijka waxaa la gaarsiin heer gobolada dalka oo dhan barnaamijka marka waxaa dhihi karaa waxa dhacdo walba nin baa bilaabo ama sobay ka soo maxataa hal abuurkeeda ilaahay baa mahadlay laakiin waxaan dhihi karaa shaqaalihii iyo maamulkii idaacadda shabeelle waxay garab weyn ugu siiyeen hirgelinta barnaamijkaas iyo kamaradalintiisa aad baad umahadsantahay waxaan jecelahay shukri sheekh cali iyo cabdimaalik waqtigu aad noo hayo inaan kalmad aan siiyo marka
شكرا سادو. أنا أقول ما تنتهين إن عاوة فرحان قارع يسا هاي من أصحابنا لسو الشقيقي ونسي دير تيقونا في عاني هاي أي ماشي كتران أتن لالي مويانا في الهورا يقودن بيتي عمر شام أديق الاستيقاقة إنكستان هذا البرنامج في رمضان كان هاكم كالا صعوده إن أكوالي وحويان إن وحان أوركرا شغل تيرر كيدا وحاو آسي وحاكم إذا ها خلصوني iyo aan aanin sanan ay mar walba aanin sanayd in bulshada ay u qabato waxyaabaha baahiyaha ah ee u baahan yihiin qowayada sosteen waxay ka mid ahayd qowayadii inta badan magaalada marka aad dhex marto filiga qowayada ku socoto aan shankar la maqleynin illa qof walba ku mashquulsanaa inuu dhageysto wa qoomama waxay qayb ka ahayd oo aad iyo aad maxaa la yiraahdaa aan ugu faraxsanaa runtii in dad badan ay qalbiyadooda iyo niyadooda iyo ficilada ay sameynayeen ay wax badan ka bedeshay waxa erayadeedii aan ka xasuustaa maliibaanayaasha lagu liibaanay taasoo sababtay in xilliga hogaamiye kooxeedii jiray raggii siyaasiyiinta ee maantana siyaasadda ku jira ay caro badan ku abuurtay ciidankooda markay yidhaahdeen anagu xuquuqda aan leenahay ruwaayadaasaaba sheegtay aan idi ka helno ama waan idi ka tegaynaa wataay shukr aad badmad waxaan xusuustaa in yar aan ku dhameystiro safarradayda safar ka mid ah oo aan Uganda ku joogay in bulshad badan oo isku xiran oo Soomaaliyeed oo jaaliyad dhameystay xilligaa meesha u joogay waa xilligaas waxay 2004 in habeen laygu marti qaaday bal horta inaan ka sheekeeyo ruwaayada iyo ujeedadeeda iyo dadka ka qaybgalaya iyo yani dadka in la dal iyo dibad bursaday ugu tagnaayeen waa hagaa waxaan raa mar kale inaan idin weydiiyo astaanta wararka shabeelle yaa hala burkeed iska laha amar shaamo horta hore waxa weeye magaca horta hore astaanta niyow aniga iyo shukri sheekh cali aniga cabdi maalik iyo shukri sheekh cali nin la yidhaahdo maamin ula soo malaynayaa ma aanay shukri ahayn in lida cilmidheere oo jooga sta joog jiro maxamed cabdiya la yidhahdaa artistaha ah ninkaasaa nio maalinta hore isla aragnay astaanta oo newska markii dambena rag kalan dhex keennay oo maxamiidii ku jiraan waana isla aqbalay laakin runtii marka waxaa farta ku fiiqay astaanta cilmidheere u ahay cilmidheere oo markaasi shabakada warbaahinta shabeelle aan ka tirsanay balse ahaa dadkii kasoo shaqeeyay saxaafadda artistaha hadda la yaqaana waxaan kaloo aan jeclahay astaamo badan ayaa shabeelle loo sameeyey oo maanta runtii aad u qiimo badan astaamahaas kuwa kale ee barnaamijyada yaa ugu badnaa qofka hal abuuray horta muusigyada inta badan muusigyadaas ka baxa barnaamijyada qaarkood inta badan maxaa adeegu sameeyey ilaa haddana waa ay ku socdaan barnaamijyan hadda waa laisla wadeeyba qofa barnaamijyada hore aniga aan xasuusnay saaka iyo shabeelle iyo waa taas waa barnaamijyada aan bilowga aan sameynay ahayd waxaa nagula jiray cabdiruda nagula jiray maxamed nagula jiray shuba shacla u jirtay intaan ka xasuusta waaye aad baad umaadsantiin aad baad dhammaantiin aad baad umaadsantiin aad baad umaadsantiin waad wada salaamaya barnaamij gaar aan ka wada samayn doono insha allah dhammaantiin shukri maxamed amiin afgooye waad wada salaamaya laba degma qadka noogu jirto aad baan idiin salaamaya caawa aan hawada ku wada kulanay ilaahay mahadis weeye sanadkan sanadkiisa insha allahu tacaala caafimaad allahna ugu kulmiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu